نافذة للترقاع في عتمات أطماعكم. إنكم لن تضيئوا الظلام المقدس بتملقكم وبإثارة دخان التزييف والإفك حول أقانيم الوهج التي تعبدون من دون الله. لقد بدأت آذاننا تفقد الصبر على ترانيم زيدانيتكم، ونرجو أن تتذكروا أن للتاريخ ذاكرة مشبعة بعلقم الحقائق المريرة، فكم هي مستفزة تلك العقول الصديقة التي شابت على النفاق، وكم نحن بحاجة إلى اختراع محلول يزيل صدأ العقول وتعفن الضمير. هنا يأتي دور المدون الغيور على وطنه، وهو محاربة هذه الآفة التي جعلت المجتمع خانعا مستسلما لإكراهات الطمع والجشع. ثم إن الحديث والكتابة عن المتملقين المنافقين والتحذير منهم وكشف صفاتهم وأحابيل مكرهم تجعل من سالبهم الملتوية أوراق توت تتهاوى لتسفر عن وجه قبيح المنظر كريه السمات. فأولى خطوات الحل إذن للقضاء على هذا الداء واقتلاعه من جذوره وتطهير المجتمع من فيروساته وجراثيمه المتعفنة، وإن كان يبدو عسيرا أو مستعصيا، هي الرقي بوعي الناس تجاه هذا المرض وصقل مواهبهم وتدريب حواسهم لتكون قادرة على كشف أنماط المتملقين وتعريتها، لئلا ينشأ جيل يتربى على التملق فيصاب بمرض نقص المناعة إيدز التملق، فيفقد الحصانة من دائهم ويتوهم أن هذه هي طريقة المثلى للعيش وتحقيق الهدف، فيستشري شرهم ويتأصل في النفوس فيتفاقم خطرهم ويستعصي علاجهم. لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب، يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى منك فهوى.